نقل لمشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية. عسلامة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 في الحياة FM. نسلم برشا على العباد اللي تبع فينا على لايف ستريمينغ في باج اوفيسيال الحياة FM. كالعادة في الحياة في الجامعة كما عودناكم نحاولوا نعملوا بكم دورة في الجامعات التونسية الكل بمختلف اختصاصاتها ونعرفوا بالجديد متاع الطلبة والأنشطة متاعهم ونحاولوا نعديوا الطاقة الإيجابية متاع ليزاكتيفيتي اللي يقوموا بها الطلبة. بالمناسبة نحب نسلم على كل طالب تونسي يسمع فيا وقاعد يريفز الاكزامينات ونحب نقول له بون شانس وان شاء الله بالتوفيق بعد العطلة. اليوم اخترت بديش نحكي لكم على اتلاس اسوسياسيون تونيزيان بور لو ليدرشيب لوتو ديفلوبمون اي لا سوليداريتي في التي بي اس في المعهد العالي للاعمال في تونس وباش ناخذوا اكثر تفاصيل على الاكتيفيتي نتاعهم وعلى ليفينمون نتاعهم على قريب. معايا بالتليفون ليلي عزيز. صباح عسلامه ليلي. بهي ليليا انت فيس بريزيدانت في الاسوسياسيون هذي كانت تحكي لنا عليها اكثر وتحكي لنا على الكومبيتيسيون اللي باش تكون على قريب. اوكي دونك ميرسي على الاوبورتونيتي مره اخرى منال. دونك جو مي بريزونت كيما قلت انت je suis étudiante à Tunis Business School, معهد العالي للأعمال بتونس, ou la vice-présidente du département gestion de projet في Atlas Future Leaders TBS Chapter. Donc, شنو هي Atlas TBS? Donc, c'est un club universitaire في TBS, fondé en 2016, où l'acronyme de Atlas signifie l'association tunisienne pour le leadership, l'autodéveloppement et la solidarité. Ou Atlas TBS ou un chapitre de Atlas Tunisie, il est fondé par l'ex-ambassadeur en Tunisie au Japon, M. Salah Haneshi. Donc, qui m'a ajouté sur l'acronyme terne, on travaille sur trois axes. Il y a un premier leadership, donc on booste les leadership skills dans les membres internes, puis les leaders dans le monde. C'est une chose qui est l'autodéveloppement, donc nous avons la partie des compétences de nos membres, normalement qui fait prendre des décisions, qui fait faire des certaines situations, comment gérer les crises, les conflits, qui fait passer mon temps, ou beaucoup de choses qui sont dans la carrière de leur vie en général. La chose c'est la solidarité, donc nous avons des activités de solidarité, des actions humanitaires, dans le but de faire le mouvement interne. يعني تقوموا بدي فورماسيون باش تعلموا الطلبه اللي معناها لي كومبيتونس نتاع ليدرشيب ويصير لهم لوتو ديفلوبمون هذا كيفاش تخدموا كيفاش يكونوا لي زاكتيفيتي. اوكي دونك بي دون لو كادر دو سي زاكس ديجا ليدرشيب لوتو ديفلوبمون اي سوليداريتي نخدموا بوكو دو ايفينمون. دونك مثلا دي زيكزامبل تاع لي ايفينمون اللي نخدموهم دي هاكاثون. دونك شنو هو الهاكاثون؟ هي كومبيتيسيون دو دوم دو جور تاع انفورماتيك كومبيني مع البزنس. نختاروا كل عام ان تيم و اون بروبليماتيك في البزنس ويجيونا دي بارتيسيبون اللي هما دي ستوديون في بليزيور يونيفرسيتي في تونس دون لو بوت انهم يديفلوبيو اون سوليسيون بور لو تيم هيك اون يوتيليزون لور كونيسونس و كومبيتونس في الاي تي و البزنس. خدمنا 3 اديسيون حتى التو اللي كانوا كل ناجحين بالكدا وصار السنة زادة باش تكون فما 4 اديسيون تاع هاكاثون اتلاس على قريب. زادة فما تراديسيون أخرى في اتلاس اللي هي الكامب. دونك شنو هو الكامب؟ دونك هو سيمينار دو فورماسيون يدوم 2 جور أو 3 جور في ان اوتيل. دونك يكون فيه سيري دو فورماسيون بور نو مومبر دون لو بوت انهم نعلمهم حاجة جديدة ونعرفوهم على نعلمهم اكثر معناها دي كومبيتونس يستحقوهم في الكارير نتاعهم ونعرفهم اكثر على عالم الاعمال. دونك ديسيجن هذوما كيما قلت لك قبيلي معناها دي كومبيتونس يستحقوهم مع دي وركشوب زاده ودي زاتولي يتعلموا فيهم حاجات اكثر. مهم جدا مهم جدا لي كومبيتونس اللي تحكي عليهم خاطر ساعات فما دي كومبيتونس ما نقراوهمش اما لازم يكونوا اكيد للطلبه لي فيتور انتربرونور نتاع تونس اللي احنا نطمحوا ديما باش نفورميوهم اكثر في لي كومبيتونس هذوما. كمان ليليا شنو عندكم اخر؟ باهي زاد على طول 6 سنين تاع اتلاس نظمنا برشا دي كونفيرونس اخرين نطرحوا فيهم دي سوجي مهمين في البزنس ويفيدوا لي زيتيديون تاع تي بي اس وكيما قلت انت لي فيتور انتربرونور ان جينيرال. زاد زاد نحكي لك على ليفينمون تاعنا على قريب. ليفينمون هذا هو اللي باش يكون في الدوره الاولى
أيه. وقتاش باش يكون ليفينمون هذا ليليا؟ دونك ليفينمون لو 22 جانفي 2022 في تي بي اس. دونك شنو اسمه الانفستمنت كومبيتيشن، دونك كومبيتيشن دانفستيسمون. دونك فسالك اكثر شنو هي الكومبيتيشن هذه، خاطر ماهيش كيما لي كومبيتيشن اللي نعرفوهم الكل نتاع الانفستيسمون. دونك هي سيميلاسيون انتيراكتيف نتاع البروسيسوس فنتشر كابيتال، اللي في العاده يكون فما دي ستارت اب يعني مؤسسات ناشئه يجيو يقدموا الفكره نتاعهم وعلى شنو يخدموا قدام دي انفستيسور، اللي هو من بعد باش يختاروا انه الستارت اب ينفستيو فيها ويعاونوها تكمل الفكره نتاعها وتبنيها اكثر. اما نحنا في الكومبيتيشن الهدف هو نعرفوا لي زيتيديون على عالم الاستثمار والفينانس اكثر، نعطيهم فرصه باش يكونوا هما في بلاصه لي انفستيسور. دونك في ليفينمون تاعنا باش يكون فما دي بارتيسيبون اللي هما دي زيتيديون عندهم فكره ولا مغرومين بالانفستيسمون ويحبوا يزيدوا يتعلموا معنا. ثاني حاجه زاده باش يكون فما دي فري ستارت اب باش يجيو يقدموا ليدي تاع ستارت اب نتاعهم ولاناليز فينانسيير دو لوغ بروجي. ثالث حاجه زاده باش يكون فما جوري متكونه من دي فري انفستيسور وعباد دو كاليبر عندهم اكسبيريونس كبيره في الدومين هذايا، باش يكونوا حاضرين على لي زيتاب تاع الكومبيتيسيون الكل وباش يقيموا البيرفورمانس وشوا نتاع لي بارتيسيبون ويختاروا اني ليكيب اللي عرفت تنفستي. دونك ليفينمون هو جورني ولا على معناتها ويكاند باش تكون جوست نهار بركه معناتها ليفينمون هذا؟ يدوم نهار بركه سامدي لو 22 جانفي. ويصير فما تحضير من قبل كوتشينغ هكا للعباد اللي بتشارك في الكومبيتيسيون ولا هما اللي باش يحضروا من قبل ويجيو يبيتشيو معناه؟ وي باش يكون فما اون فورماسيون وركشوب زاده قبل ليفينمون بثلاث ايام هكاكا دونك نهار الاربعاء باش يتعلموا فيه اكثر لي زيتاب تاع الانفستيسمون كيفاش يصير البروسيسوس الكل معناها والحاجات اللي يستحقهم في ليفينمون. دونك باش يتعلموا معنا اكثر. اكيد ايفينمون كبير كي هكا فيه برشا دي زيدي دانفستيسمون فيه دي انفيتي و جوري دو كاليبر اكيد فما جوائز قايمه ليليا هكا ولا؟ اي صحيح. دونك كيما ترى ليفينمون هذا يحقق فايده حتى مش كان لي زيتيديون اللي باش يتعلموا باش يربحوا كيما قلت انت دي بري و بليزيور اوبورتينيتي، اما يحقق فايده زاده لي ستارت اب اللي باش يجيو باش نعطيهم فرصه يقدموا قدام دي فري انفستيسور وعلاش اللي تعجبهم الفكره من الافكار نتاعهم ويختاروا انهم ينفستيو فيهم زاده. دونك هذه دعوه مفتوحه لاي عبد عنده فكره نتاع انفستيسمون يحب يعرف بها يحب يشارك بها باش يلقى لوبورتونيتي في المعهد العالي للاعمال بتونس تونس بزنس سكول لو 22 جانفي باش يقابل دي فري انفستيسور اللي هما ينجموا يتبنوا الفكره نتاعو وينجموا يعاونوه بالكوتشينغ وزيد باش يشاركوهم دي سكسيس ستوري نتاع دي ستارت اب ويشوفوا ليفولوشن نتاع الستارت اب نتاعهم والبروسيسوس هذا ويتعلموا منه. دونك انا نقول اللي مش كان اللي باش يربح هو باش يربح في الكومبيتيسيون هذه، اما المشاركه بيدها تخليك تتشجع وتعرف بالفكره نتاعك اللي هي تنجم تعجب برشا عباد وانت وقتها باش تربح الاكسبيريونس هذيك اللي كيفاش بيتشيت كيفاش تعلمت في الوركشوب البروسيسوس الكل نتاع الانفستيسمون نتاعك هذا مهم جدا. الكونسيبت نتاع الكومبيتيسيون يعطيك صحة ليليا. نخلي لك كلمة الختام كان تحب تزيد تقول حاجة. اي جوست باش نقول العباد الكل كان يحبوا يزيدوا يعرفوا على اتلاس اكثر يتابعوا لي باج نتاعنا باج فيسبوك باج انستغرام تلقاو فيها لي ديتاي الكل وسورتو الباج نتاع ليفينمون نتاعنا فيها لي ديتاي اكثر وتنجموا تسالونا في اي وقت على اي حكايه. وكاهو ميرسي منال اونكور اون فوا على لوبورتونيتي هذه وميرسي. يعطيك الصحة ليليا ومن خلالك انت نحب نشكر أتلاس على الخدمة المزيانة اللي يخدموا فيها. احنا مازلنا متواصلين معاكم في الحياة في الجامعة باش نحكيوا على موفمون كبير برشا موجود في تونس وفي العالم موفمون دو لي تخوازو. نرجعوا لكم بعد الفاصل الغنائي. الحياة في الجامعة نقل لمشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية.
رجعنا لكم، مازلنا متواصلين معكم أعزائي المستمعين في الحياة في الجامعة. نشكركم على الاستماع على 93. احنا كالعادة مازلنا باش نحكيو على الأنشطة متاع طلبة، ونحب نشارككم دي معناها لي كلوب ولي اسوسياسيون اللي موجودين في الجامعات التونسية والأنشطة متاعهم اللي ينجموا يعطيوكم أفكار أكثر ويحلوا لكم برشا دي زوبورتونيتي. واليوم باش نحكي لكم على إي3أو في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. معايا ضيفتي سعيدة جدا باستقبالها، غادة يعقوبي، بريزيدانت دو وي أفينيتي جروب في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. باش تحكي لنا أكثر على الموفمون هذا، شنو قاعدين يعملوا، شنو قاعدين يخدموا، وشنو هي الفرص اللي قاعدين يخلقوا فيها الأسوسياسيون هذه. عسلامة غادة. عسلامة منولة، عسلامة الناس الكل. فرحانة على الخير أنا موجودة معكم اليوم، وميرسي بوكو على الانفيتاسيون. مرحبا. دونك جو مو بريزونت، غادة يعقوبي، إليف انجينيور اون جيني اندستريال على ليكول ناسيونال دانجينيور دو تونس، اي بريزيدون دو إي3أو إني توي أفينيتي جروب. دونك احكي لنا شوية ساعة على الموفمون اون جينيرال، اللي يسمعوا فينا ما يعرفوش إي3أو شنو هي الابريفياسيون نتاعها، شنو هو الكونسيبت نتاع إي3أو هذيا، وشنو هو لي شابيتر اللي في وسط الموفمون هذا. D'accord. Donc I3E هي l'abréviation تاع Institute of Electrical and Electronics Engineers. هي تعطي فرصة les élèves ingénieurs باش يعرفوا les dernières innovations technologiques. Donc في لينيت حلت le 24 مي 2005، هي أول student branch حلت في تونس. نخدموا خدمتنا هي سو فورم دو فورماسيون لي ممبر نتاعنا، و بيان سور نعملوا دي زيفينمون و نشاركوا في دي كومبيتيسيون. دونك احنا نخدموا سور بليزيور دومين، دونك هذاك علاش نلقاو بليزيور تشابتر في إي3أو إنيت اللي هما PES Power and Energy Society، تخدم في دومين لينيرجي الكتريك. كيف كيف نلقاو IAS، هي IAS Industrial Application Society، نخدمو في دومين لاندستري ونعملو دي فورماسيون في لاندستري 4.0، كيف كيف نعملو رياليزاسيون دي بروجي، وان شاء الله بروشينمون عندنا اورغانيزاسيون نتاع ايفينمون IAS Annual Meeting. نحكي على تحكي على الموفمون هذا معناتها اكزاكتومون. بروشينمون نجي حداكم ان شاء الله نحكيو عليه بلوس دو ديتاي، هو مش يصير في مارس ان شاء الله. كيف كيف عندنا CS Computer Society Chapter، الشابتر هذا براتيكمون يخدم في دومين الاي تي، دونك نعملو دي فورماسيون ديفلوبمون ويب، ديفلوبمون موبيل، اي اي و سيبر سيكوريتي. وفما عنا ايفينمون انويل اللي هو IEEE Extreme، يصير ديما اخر جمعة وسبت في اكتوبر. اسناي اون ايكيب دو سي اس انيت participate و جات كلاسي لا بروميير ان تونيزي و 35 على ليشيل مونديال. Très bien. نلقاو زيد chapter AESS Aerospace and Electric and Electronics Systems Society. chapter هذا حال ديرنييرمون في دينيت، الخدمة نتاعو مش تكون مقسومة سور دو بارتي، short term goals و long term goals. ان شاء الله تبعونا على لي ريزو سوسيو باش تعرفوا اكثر دي ديتاي على chapter هذا. sinon نتعدي الRAS chapter Robotics and Automation Society. Comme son nom l'indique يخدم في دومين الروبوتيك. دونك احنا pour le moment نخدمو لي روبوت سويفور دو ليني ولي روبوت تيليغيدي، و بيان سور قبل ما نتعداو الرياليزاسيون دي روبوت نخدمو الكونسيبسيون ميكانيك و الكتريك، والكود يكون سور اردوينو. Ou bien sûr, on cherche les hackathons, les compétitions avec les autres écoles d'ingénieurs ou les autres facultés. Et finalement, on parle de l'UI Affinity Group, qui est l'abréviation de Women in Engineering Affinity Group. En fait, l'Affinity Group est dans les années 80. كان البيوت نتاعها اني تدخل الفام وليزونفون في الدومين سيانتيفيك ودومين دانجينيوري، ومن بعد خذيت اكس اخر اللي هو سوفت سكيلز. دونك نعملو دي فورماسيون بابليك سبيكين، هاو تو بيتش، ستريس مانجمنت، بويسك كيما نعرفو الانجينيور توا لي كومبيتونس تكنيك اكاهاو ما تكفيش، دونك لازم يكون يعرف كيفاش يحكي اون بوبليك، كيفاش يبريزونتي الخدمة نتاعو، وكيفاش يبيتي قدام لي جوري. Bien sûr, nous avons aidé à le côté loisirs, nous avons des sorties, des pique-niques, des sessions de yoga, ou nous avons des actions humanitaires. Par exemple, le 5 octobre, puisque Pink October, le Breast Cancer Awareness Month, nous avons des événements pour nous aider à l'arbitre du cancer du sein.
très bien. يعني هذه الاي 3 2 تتفرع منها برشا دي شابيتر وكل شابيتر عنده السنتر دانتيغي نتاعو بالحق دي سوجي تري انتريسون و كو سوسوا في الدومين تاع الانجينيري والروبوتيك كو سوسوا في لي كومبيتونس تاع سوفت سكيلز للومن ان انجينيرينغ ان بارتيكولير دونك هذوما انتوما لي شابيتر تخدموا مع بعضكم ان باراليل ولا كل شابيتر دونك عنده l'action تاعو معناها هو ان فيت كل شابيتر يخدم عنده معناها لوبجيكتيف اللي يحب يوصل له سينو لي سيسيون تورماسيون اللي نعملوهم في كل شابيتر يكونوا سيباري باش هكاك لي ممبر نتاعنا ينجموا يحضروا لهم الكل ما يعني ما نجمش نعملوا دو فورماسيون في دو شابيتر ان باراليل كيكا ليتوديون ما نجمش يحضر لهم وما نجمش يستفيد كما يلفو دونك يعني حتى كان هو في شابيتر مثلا بي او اس ينجم يحضر فورماسيون عملتها لوي وهكا تكون الاستفاده حاصله اكثر للطلبه الكل دونك غاده هذوما كونسيرنون الكونسيبت نتاع لي 3 او تخدموا ازيد على اكس événementiel qui m'a dit تحكي على الاكستريم تحكي على دي هاكاتون فما d'autres événements جايين على قريب فما événement national تاع لي 3 او كان تحكي لي عليه اكثر oui bien sûr en fait لي 3 او عندها plusieurs événements نبداو باول واحد اللي هو SPACE student professional awareness والاكس هي variable بويسك احنا ليفينمون نتاعنا ينجم يحكي في برشا حاجات وينجم يكون فيه debates talks او workshops دونك الاكس هذه كتكون variable ليي للسوجي اللي باش نخدموا فيه en fait هو اول اديسيون صارت عامله en collaboration avec i3e inset كان التيم نتاعها لانجينيور دون لا في بوليتيك وان شاء الله السنه في مارس مش تعاود دوزيام اديسيون كيف كيف عندنا تونيد اللي هو ايفينمون اورغانيزي بار i3e انيت ستودنت برانش تونيزيان انجينيرين داي ان شاء الله كيف كيف فان فيفريي مش تكون سيتيام اديسيون en fait, l'événement هذا يلم les student branch نتاع تونس الكل donc les i3e نتاع تونس ينجموا participer فيه وفما des compétitions ou des prix من بعد فما upgrade اللي هو événement organisé par i3e et NITSB هو l'événement هذا interne يعني كان les membres i3e et NIT ينجموا participer فيه من الاول يبدا table round و entre les membres même pas ici ou des workshops en parallèle ou bien sûr faire ma compétition elle est déjà le cahier de charge en terre à tahbet belle période ici le pitch en terre à le jour J ou بعد ici l'annoncement en terre à l'équipe gagnante تبارك الله فما برشا ديز اكتيفيتي وبرشا ديز ايفينمون دونك خليكم ديما اب تو ديت مع الباج نتاع انيت i3e انيت عندهم برشا دي نوفوتي عندهم برشا ديز اوبورتونيتي برشا دي كومبيتيسيون ينجموا ينفعوكم فما تي سويبي صار ديرنييرمون غدا كان تحكي لي عليه اكثر تفاصيل هذا على حسب معلوماتي هو سيمينار يلم الطلبه اللي في اللي خوازم تاع الجامعات اللي في تونس الكل شنو يصير فيه بالضبط وشنو هو الكونسيبت نتاعو بي تي اس واي بي هي الابريفياسيون تاع تونيزيان ستودنتس اند يانغ بروفيشنالز كونغريس هو ايفينمون ايسي سور 3 جور في اوتيل يلم لي ستودنت برانش نتاع تونس الكل بالتشابترز الكل donc l'événement هذا اول اديسيون كانت en 2012 organisé par i3e et NITSB ومن بعد ولات سي كومبيتيسيون وسي على هي بيتش والاكيب غانيونت هي اللي participe في l'organisation تاع تي اس واي بي تاع لاني بروشين السنه لسبري هي اللي ربحت دونك l'organisation تاع l'édition la 10e édition مش كون عند اسبري العام الجاي وبيان سور au cours de تي اس واي بي مش يصير دي كومبيتيسيون او دي تشالنج Parmi les challenges ado manalqa star program li howa compétition dédiée lui affinity group où il est déjà jina second place sna fiha fahana al khab el khadma ta les membres de lui affinity group bel haqq yatikom el saha khat haja kima hidi menajmouch nousoulha mariakom donc kifach khdemtouha el compétition hidi kontou khadmin khadma men qbel ou pitchitou biha wala khdemtouha f les 3 jours nta TSYP ahki li chwaya ala deroulement khali el abed takhed fikra akther ala el la gestion d'équipe peut-être عاونتكم على الاخر باش خديتوا لا دوزيام بلاس كيفاش نجحتوا في الحكايه هذه d'accord en fait le cahier de
تشارج هبطت لنا قبل البيريود وكان التيم تاعها سايبر سيكيورتي اند برايفسي اويرنس فور كيدز براتيكمون كان عندنا شهر باش نلقاو دي سوليوشن كيفاش نوعيو التلامذه نتاع لي كوليج ولي ليسي بسيبر سيكوريتي دونك اول حاجه خممنا فيها انه نعملو برين ستورمينغ بويسك الوقت كان قصير على الاخر دونك تلامينا مع لي مومبر وعملنا برين ستورمينغ شفنا لي زيدي ولي بروبوزيسيون اللي تنجم تعاون في السوجي هذا ومن بعد خذينا لي زيدي اللي نجم يكونوا رياليزابل وصلنا لكات ايدي فينالمون اللي هو مشينا عملنا وركشوبس للتلامذه في كوليج وليسي عملنا ابليكاسيون موبيل هي ديلي ريمايندر دونك اي واحد يتليشارجها في تليفونه تجي نوتيفيكاسيون كل يوم توعيه بسيبر سيكوريتي كيف كيف خدمنا دي جيد سو فورم دانيم اون فيت خممنا في الانيم اخات الترانش داج هذيك نتاع الكوليج والليسي صعيب اكزاكتومون دونك مش تقول مش تكتب كتاب فيه هكا دي فراز وحاجه ماهيش اتراكتيف حد ما مش يشوفه دونك خممنا في انيم اللي هي حاجه قريبه براتيكمون للتلامذه الكل كيف كيف عملنا ديستان في لي ليسي اون برينسيپ هيدي خدمتنا خدمه باهية هيدي خذتكم وقت قصير اما جراس للخدمه مع بعضكم برين ستورمينغ والافكار اللي عملتوها مع بعضكم وصلتوا باش وصلتوا الفكره وصلتوا وعيتوا لي ليسيان الشباب بالتيم تاع سايبر سيكوريتي وديجا مبروك عليكم انكور اون فوا لا دوزيام بلاس في كومبيتيسيون تي اس اي بي يعطيك الصحه غاده ومن خلالك انت نحب نشكر الطلبه الكل اللي قاعده تخدم قاعده تعمل في انشطه محليها على الاخر نحبوا الانرجي نتاعكم ونحبوا لي زوبورتونيتي اللي قاعدين تخلقوا فيهم في الجامعات التونسيه احنا هكا نكون وصلنا لختام حصتنا في الحياه في الجامعه نتمنى عجبكم الكونتينو نتاع اليوم وان شاء الله يكون الكونتينو نتاع المرات الجايه خير ويفيدكم اكثر نحب نشكر برشا ليكيب اللي معايا نوفل شرطاني في الاخراج التقني محمد سيف بولعريس في الاخراج الرقمي انس همامي في استقبال مكالماتكم ومن الغويله كوتي ميكرو نشكركم على الاستماع على الحياه فام الحياة في الجامعة نقل لمشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية